تخيلها من درس التبادل. في الحصة السابقة تعرفنا على مجموعة من الأمور. ناقشنا أولاً مفهوم التبادل في دلالته اللغوية، ثم وصلنا إلى تعريف إجرائي، بعد ذلك انتقلنا إلى الإطار الإشكالي وطرحنا مجموعة من الأسئلة الإشكالية. كانت أهم الأسئلة هي أولاً سؤال التعريف، والخاصة بالمحور الأول: ما هو التبادل؟ وما الذي يجعله خاصية إنسانية؟ لماذا التبادل هو شيء إنساني محض؟ لماذا يتميز الإنسان بالتبادل؟ ثم ما هي أشكال التبادل؟ وما الذي يجعل من التبادل شيئا مهما داخل المجتمع؟ في هذا الجزء الثاني سوف نتعرف على سؤال المحور الثاني والمحور الثالث، وسوف نتعرف إلى تصورات فلسفية تبين أهمية التبادل داخل الوجود البشري ككل، وكلمته في تشكيل إنسانية الإنسان عموما. في خلاصة الأولى توصلنا إلى أن التبادل هو خاصية إنسانية لأنه يبرز الإنسان ككائن بدني واجتماعي، ولأنه كان أصل نشأة المجتمع ونموه وتطوره، وأن ذكاء الإنسان مرتبط بتقدير قيمة مواضيع التبادل وتقدير المنفعة التي يحصلها الإنسان من خلال عملية التبادل. بعد خلاصة عن المحور التي توصلنا إليها، تعرفنا على بعض النقاط المهمة. التبادل هو ظاهرة إنسانية لأنه أساس قيام المجتمع، ولأنه يؤدي إلى إشباع الحاجيات المتنوعة للأفراد ويصنع الثروة والرفاهية. ومن جهة ثانية هو يدل على ذلك الذكاء الإنسان لأنه يتطلب عمليات عقل استدلالية وتقديرات منطقية. وأكثر من ذلك فالتبادل يؤسس لمنطق الحرية والحق والعدالة والمساواة، لأن الأشخاص الذين يتبادلون يعترفون لبعضهم البعض بحقوقهم وواجباتهم، وهذا عبرنا عنه من خلال هذه الجملة، ولتتجاوز التزامات وحقوق. الآن سوف نمر إلى الجزء الثاني، وهو علاقة التبادل بالمجتمع. سوف نطرح السؤال كما يلي: ما هي وظيفة التبادل داخل المجتمع؟ وما هي قيمته؟ هل كان التبادل أصل قيام المجتمع؟ أم نتج عن تطور أشكال الاجتماع البشري؟ ونتج إلى هذا السؤال: هل كان التبادل في البداية فظهر المجتمع؟ أم أن المجتمع ظهر واستمر البشر في العيش، ثم أسسوا علاقات تبادلية فيما بينهم؟ السؤال الموالي: كيف يؤثر التبادل داخل المجتمع على أنماط العيش والسلوك؟ والسؤال الثالث: كيف تؤثر أشكال التبادل الغير مادية على تماسك المجتمع ورفاهيته؟ تسمى هذه الأسئلة أسئلة إشكالية جزئية. لماذا جزئية؟ لأنها تندرج في إطار السؤال الإشكالي الكلي. نمر الآن إلى التصورات الفلسفية، والتي سوف يتبين من خلالها أن التبادل ضروري للمجتمع واستمراره. وأول تصور سوف نتعرف عليه هو لديفيد ريكاردو. يقول ريكاردو بأن القيمة التبادلية للسلع تحدد بندرته، ونقصد بالندرة قلة الشيء. فالشيء كلما كان نادر الوجود، قليلا، غير متوفر بكثرة، إلا وارتفعت قيمته. المعيار التالي وهو مقدار العمل اللازم لإنتاجها، فالسلعة تعتبر ثمينة إذا كان وقت إنجازها، أي الوقت الذي يقتضيه العمل الذي يؤدي إلى إنتاجها، طويلا. لنفترض مثلا بأن شخصا ما صائغا يصنع حليا ذهبيا، وأن الوقت الذي يتطلب منه صناعة مجوهرات هو أسبوع كامل، فما هو الثمن الذي سوف يستحق على هذه السلعة؟ بالتأكيد سوف يكون ثمنا
كبيرة إلينا، لأن مقدار العمل سوف يبرر ذلك الثمن. إذن الميار الذي يحدد هو ريكاردو يعتبران في الأصل محددان للقيمة الاقتصادية لتبادل السلع. إذن القيمة التبادلية هي تشكل قاعدة التوافق المشترك بين أفراد المجتمع، فتضمن التناسب والاستمرارية للتبادل. بهذه الطريقة حينما يتفق البشر على أنهم يتبادلون على قاعدة معينة، فإن المجتمع سوف يستمر في استعمال التبادل بتلك الطريقة، وتصبح تلك الطريقة هي ضمانة لتلاحم المجتمع. التصور الثاني لجون جاك روسو يقول بأن التبادل ضروري لوجود المجتمع، وليس بهما. التبادل ضروري لوجود المجتمع، التبادل سبق وجود المجتمع واستمراره، التبادل ضروري لاستمرار المجتمع. إذن أولا لا وجود المجتمع قبل التبادل، ثانيا لا يمكن للمجتمع أن يستمر في غياب التبادل. لماذا؟ ما هي الأجوبة؟ لأنه يحقق إشباع الحاجيات المتنوعة بإنتاجات متنوعة لأشخاص مختلفين النشاط. وهناك على استخدام كل الأنشطة العديدة والمختلفة والمتنوعة لمن ينتج ويتبادل داخل المجتمع، بل من بائع خضار إلى الصيدلي إلى من يبيع الفاكهة إلى الطبيب إلى كل الأشخاص الذين ينتجون سلع ومنافع مختلفة داخل المجتمع. الآن تصور آخر، لكن التبادل هنا لن يكون مصدرا لاستمرار الحياة من خلال إنتاج السلع المادية وقاعدة تداول السلع المادية، وإنما سيصبح التبادل وفق هذه التصورين منبع للقيم الإيجابية داخل المجتمع. وتصور الأول مع فريدريك نيتشه. يقول نيتش إن أصل التبادل هو قدرة الإنسان على تقدير القيمة، وهذا الأمر الذي استعرضناه في المحور الأول، لأن تقدير القيمة مرتبط بالذكاء، تقدير القيمة والقياس، وأدى انتشاره إلى ترسيخ مفاهيم المساواة والحق. أصبح الأشخاص داخل المجتمع قادرين أكثر فأكثر على الاعتراف بحقوق بعضهم البعض، هذه الحقوق التي هي متساوية في مدى في عملية التبادل. التصور الأولي هو لمونتسكيو. يقول مونتسكيو إن التبادل التجاري يفترض لباقة وحسن في الأدب لاستمالة الإرادة الحرة، مما يؤدي إلى إشاعة السلم والرقة في الكلام وجودة الأخلاق والمعاملات داخل المجتمع. ينبغي أن نستحضر هنا التجار الذين يبيعون سلعهم. هل لاحظتم يوما تاجرا فضلا يتكلم بلغة فجة؟ بالتأكيد لا أحد سيحب، وبالتالي لا أحد سيقبل على الشراء من أو مبادلته بسلعه. لكن إذا استحضرت شخصا أي تاجرا حسن الكلام، لطيف الكلام، ودودا مبتسما دائما، فإنك سوف تحب أن تشتري منه وأن تبادله سلعته بأموالك أو بسلع أخرى. إذا النتيجة المباشرة لعملية التبادل حسب مونتسكيو، كلما تطورت داخل المجتمع كلما ازدادت ماذا؟ اللباقة وحسن الكلام والأدب، ويشيع السلم لأنه لا يمكن التبادل التجاري في خلال الحروب، وجودة الأخلاق والمعاملات داخل المجتمع، فالالتزامات الأخلاقية برد الدين، باستيفاء الدين، بعدم الغش، كلها أمور ترافق عمليات المبادلات التجارية. كخلاصة هذا المحور يمكن أن نقول بأن التبادل هو خاصية إنسانية، يعني الإنسان ذكي واجتماعي، ولكنه أيضا خاصية لتطور الحضارة وتطور الإنسان وتحقيق نسائته. لماذا؟ لأن تصور العدالة ضروري لقيام فكرة التبادل، ولأن التبادل يقتضي احترام حق الآخر في تحقيق المنفعة، ولأن
وجود الزلل يقتضي إرادة حرة وإلا لما كان زلل. بالنظر إلى وجود هذه العناصر وتطور هذا المجتمع، يصبح الإنسان متحضراً وفاضلاً كلما تطورت عمليات التبادل داخل المجتمع. نمر الآن إلى المحور الثالث، والذي سوف نتحدث فيه عن علاقة التبادل الرمزي ببناء المجتمع وتطوره وقيمته في هذا التطور. والسؤال الإشكالي في هذه اللحظة هو: ما هي قيمة التبادل الرمزي ووظائفه؟ الأسئلة الجزئية: السؤال الأول، ما هو التبادل الرمزي وما هي مستوياته؟ لاحظوا أننا دائما نبدأ في تناول، حينما نبدأ في تناول إشكالية ما، فإننا نبدأ بسؤال عن التعريف. ما هو التبادل الرمزي؟ ما هي مستوياته؟ هل يقتصر التبادل الرمزي على تداول الرموز فقط؟ كيف يؤدي التبادل الرمزي إلى تشكيل الثقافة المحلية؟ وأخيراً، ما هي علاقة التبادل الرمزي بالفضائل الأخلاقية؟ في تصورات الفلسفية سوف نتعرف إلى أنثروبولوجي شفور ومارسيل موس. يقول مارسيل موس: إلى جانب التبادل المادي، هناك نوع آخر من التبادلات الرمزية يتجلى في شكل المجاملات الكريمة، تبرهن عن التضامن والتعاطف، وتخضع للنظام الدقيق من الالتزام والإلزام الاجتماعي بالرد عليه بطرق وأساليب محددة مسبقا في المرح الاجتماعي. ولنستحضر جيدا بعض الأمور التي نرى في حياتنا الاجتماعية. أحياناً حينما تكون هناك احتفال خاص، مناسبة خاصة، ازدياد مولود، زواج شخص معين، نجد أن الناس يحسون بأنفسهم ملزمين بالمجاملة الكريمة. فحينما تسأل لماذا إذن؟ يقولون بأن تبرير فعلهم هو إبراز والبرد وتعاطفهم، ويصبح هذا الأمر إلزاما اجتماعيا، أي أن الشخص بالرغم من أنه يملك الاختيار نظريا في أن يقوم بتلك المجاملة أو لا يقوم بها، إلا أنه يبقى ملزما حسب تلك القاعدة الاجتماعية التي حددت في العرف الاجتماعي، العرف ما تعرف الناس عليه داخل المجتمع. كلود ليفي ستروس يقول ليفي ستروس: لقد أسس تحريم الزواج من المحارم نصب للتبادل الاجتماعي للنساء، فالمرأة التي يحرم زواجها تبقى مدة لشخص خارجي عن الأسرة. إذن تحريم الزواج المقصود به هو أن الأخ لا يمكن أن يتزوج من أخته، ولا يمكن أن يتزوج الأب من بنته. لماذا هذه القاعدة؟ حينما مسك ليفي ستروس كأنثروبولوجي مجموعة من الشهور البدائية، توصل إلى أن الزواج يعني باختصار أن يهدي شخص ما بنته لأسرة أخرى، لعائلة أخرى، إلا أن قواعد الإهداء لا تكون بسيطة واعتباطية أو عشوائية، إنما تخضع لقاعدة معينة ولتوظيف معين. إن هذا النوع من التبادل العريق ضمن للمجتمع إحلال السلم والالتزام الاجتماعي، ونجد في التاريخ شهادات على ذلك، فكثير من الحروب انتهت بتزويج شيخ القبيلة أو زعيم الدولة أو قائد الدولة لابنته لزعيم دولة التي يتحارب معها أو في صراع معها. وكثير من العمليات التجارية والتبادلات التجارية قامت بين أشخاص أغنياء عبر الارتباط بعلاقات المصادرة. إذا قلنا هذا النوع من التبادل العريق بين الدولة والمجتمع خلال السلم والالتزام الاجتماعي والتضامن والتعاطف داخل سياق مضبوط من الحقوق والواجبات. ماذا نستنتج إذا من هذه التصورات الفلسفية؟ إن التبادل الرمزي لا يعني فقط تبادل الرموز كالإشارات والضويات والكلام إلى غير ذلك، وإنما يعني تبادل أشياء أخرى داخل المجتمع، تبادل المجاملات،
تبادل النساء أي تبادل المصاهرة، كل هذا يؤدي بالإنسان أو أدى بالإنسان إلى صناعة مجتمعنا كما نعرفها الآن. كخلاصة عن التبادلات الرمزية، يمكن أن نقول أن التبادلات الرمزية تقع في أنماط العيش، جزء من أنماط العيش. نحن نتبادل الرموز من خلال التواصل الوطني والهدات والهدايا والنساء والأطفال. قديما كانت الأسر تهدي أطفالها أو تتبادل أطفالها لأشباع أسر أخرى لا تملك أطفالا، وكانت القبائل تهدي نساءها أي تزوج بناتها لقبائل أخرى لكي ترتبط بعلاقة سنية معها. ثم الآداب والفنون، في مثلا نعرف بأن هناك رقصات أو أنواع من الفنون والغناء والشعر كالهجاء والمدح، حيث يتم التبادل بين الأشخاص أو بين الجماعات. وأخيرا هناك الاعتراف والتقدير، كل هذه الأمور تتم من خلال عملية التبادل، أي أن الاعتراف والتقدير ينبغي أن يكون متبادلا، وأن تزويج النساء يكون متبادلا، وأن تبني الأطفال يكون بمقابل، وأن الهبات والهدايات أيضا تتبادل ليتكلم يتم تبادلها، والتواصل اللغوي هو تواصل تبادلي، والآداب والفنون هنا أيضا يتم تبادلها بين البشر. كخلاصة عامة يمكن أن نقول يشكل التبادل ظاهرة إنسانية تميز البشر عن باقي الكائنات التي تتعايش وتتعامل بحكم الضرورة. إن الإنسان يجري تبادلاته وفق أنماط ثقافية تشرع للحق والواجب والفضيلة، كما أنه لا يتوقف عن إبداء أشكال من التبادلات المادية والرمزية التي تتناسب مع مستوى التطور الاجتماعي والحضاري الذي يحقق. لذلك يمكن القول أن أولا التبادل هو خاصية إنسانية وثقافية، وأنه رافق نشأة المجتمع وساعد على نموه وتطوره، وأنه أيضا يعتبر منبعا لتطور الاقتصاد والرفاه، وأنه أدى إلى تشكل المبادئ الأولى للحق والعدالة والواجب، وأن التبادل يشمل ما هو مادي ورمزي، وأنه يفرض منظومة من الأعراف الثقافية المرافقة للواجب والفضيلة داخل كل ثقافة. إن مجال التبادلات يتمدد باستمرار ليشمل كل أنواع المنافع المادية والرمزية، وكلما تطورت الإنسانية كلما أصبح التبادل كونيا وضروريا للبقاء والنمو. بهذا تنتهي حصتنا اليوم والتي خصصناها إلى الجزء الثاني من مفهوم التبادل.